ما حكم قول لو أرادت الدولة الفلانية أن تدمر العالم لدمرتهم لما تملكه من الأسلحة والجيوش؟ هل هذا الكلام يقدح في التوحيد؟ إيه نعم، هذا ترهيب للمسلمين وتخويف للمسلمين، والدولة مهما كان عندها من القوات فهي ضعيفة بجانب قوة الله سبحانه وتعالى، قادر على أن يدمرها وهي وأسلحتها وبلادها أيضا، وأن يخسف بهم الأرض. نعم.